وضع النادي الأهلي النجمة التاسعة على شعاره التاريخي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا إثر الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الأكبر والأهم في 27 من نوفمبر 2020. ضربة قاضية أعاد الأهلي ملك إفريقيا الأميرة السمراء إلى دولاب بطولاته بعد غياب 7 سنوات. استحق نادي القرن تحية وإعجاب العالم كله باعتباره الأكثر فوزاً بتلك البطولة العريقة. وخلال السنوات الأخيرة واصل الأهلي حصد البطولات الكبرى في كرة القدم، سواء السوبر المصري ليصل إلى اللقب رقم 11 بطولة الدوري المحببة لجماهيره الغفيرة ليصل إلى اللقب رقم 42. كما حصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه بنهاية العام الماضي، ليكمل ثلاثية تاريخية خلال موسم واحد في إنجاز عظيم يحدث للمرة الثانية في تاريخ النادي. ولم يكتفي الأهلي بطل مصر وإفريقيا بتلك الإنجازات المحلية والقارية، فحقق رقماً جديداً في مشواره العالمي ليفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، مكرراً إنجاز حصد برونزية المونديال للمرة الثانية في تاريخه. نجح الأهلي بكل اقتدار في تشريف الرياضة المصرية والعربية والإفريقية بإنجازات متواصلة وبطولات متنوعة وأداء رفيع المستوى، ليواصل رسالته التي اعتاد عليها منذ عشرات السنين. وبات الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن 21 على مستوى العالم أجمع، متفوقاً على كبار أوروبا مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة. تلقى الجائزة عن النادي الأهلي لاعب الكرة والأسطورة المصري ورئيس مجلس إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب. وقبل نهاية العام الماضي تسلم الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجاً بالألقاب في الشرق الأوسط من مؤسسة جلوب سوكر بدبي في حضور نجوم العالم. النادي الأهلي وجوده النهاردة في مثل هذا الاحتفال هو بالنسبة لنا شرف كبير، وبيساعدنا وبيساعد كل أعتقد المنطقة العربية والأفريقية. أيوة أيوة النادي الأهلي يفوز، النادي الأهلي يفوز، الله أكبر الله أكبر، ألف مبروك النادي الأهلي، النادي الأهلي. إنجازات الأهلي لا تتوقف عند كرة القدم فقط، ففي كل الألعاب تصدرت روح الفانيلة الحمراء المشهد ببراعة واستحقاق، ففاز الأهلي ببطولات عدة في السلة والطائرة واليد، وأبدع لاعبوه في الألعاب الفردية محققين أرقاماً رائعة. ولم تنحصر إنجازات الأهلي داخل الملاعب المختلفة، بل بذل مجلس إدارة النادي جهداً لافتاً للأنظار في شتى المجالات، وخاصة من حيث الإنشاءات والمرافق والخدمات والتخطيط للمستقبل. وتحت شعار تاريخ مبادئ تطوير، يستمر العمل في كافة الملفات لتشهد مقرات الأهلي الأربعة إنجازات ضخمة وتطورا هائلا.
عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب منذ اليوم الأول مع أعضاء النادي على العمل والإخلاص والنجاح لصالح القلعة الحمراء، ودائما ما يؤكد المجلس على تطوير كافة المنشآت والخدمات، فعضو الأهلي يستحق دوما كل جديد وحديث. وضع مجلس إدارة الأهلي خطة متكاملة وشاملة لتطوير مقرات النادي مختلفة، كل يوم تلحظ الجديد والمزيد داخل النادي الأهلي بالجزيرة، وعندما تصل إلى مدينة نصر تجد مشروعات ضخمة، وفي الشيخ زايد لا يتوقف العمل والبناء والتطوير، وفي التجمع بدأ المقر الرابع للأهلي يظهر للنور بإنشاءات كبرى ومشروعات للمستقبل ليستقبل أعضاء الأهلي قريبا. عمل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالنادي على تطوير العديد من المرافق حتى وصلنا إلى مرحلة إنشاء بوابات عملاقة يتصدرها نسر الأهلي المحلق دائما في عنان السماء ورمز شموخ الأهلي وكبريائه. وقد شهد النادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة طفرة حقيقية في تطوير المنشآت الرياضية والخدمية والترفيهية تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة والمستشار الهندسي للنادي وبتنفيذ جهاز المشروعات والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. هكذا يكون العمل لصالح عضو الأهلي، فالوعود ليست مجرد كلمات تخرج من الأفواه، بل هي عهد يستحقه عضو الأهلي ويصر مجلس الأهلي على الوفاء به، وعود تتحقق على أرض الواقع للأعضاء والجماهير. ولم لا، وقد اعتاد كل أهلاوي على النجاح. الأهلي معود جماهيره على رفعة الرأس وعلى النصر. اشهد يا تاريخ إن الأهلي ده الاسم اللي مشرف مصر. اشهد يا تاريخ إن الأهلي